الحقيقة النهاردة عايز أبدأ مع حضراتكم بخبر من مصادر شخصية لينا الحقيقة، وهو خبر هام جدا يخص جمهور النادي الأهلي بس، لا يخص أي جمهور آخر، ويخص جمهور النادي الأهلي فقط، لأنه خاص بكأس العالم للأندية، فبالتالي هو يخص جمهور النادي الأهلي ولا يخص أي جمهور آخر. الحقيقة جالنا أخبار وقد تكون مؤكدة بنسبة 95% أو يمكن أكتر كمان شوية، إن من المفترض إن كأس العالم زي ما حضراتكم عارفين كأس العالم للأندية إنها كانت ستقام في الجزء الأخير أو في آخر من يوم 9 ليوم 18 في اليابان، 9 من 9 ل 18 12 في اليابان في ديسمبر القادم، ولكن من المفترض أن يكون هناك تأجيل لكأس العالم للأندية أعتقد لما بعد نهاية كأس الأمم الأفريقية، يعني من الممكن جدا أن احنا نشوف كأس العالم في شهر فبراير، إما في أبو ظبي أو في الدوحة، إما في أبو ظبي أو في الدوحة، هينقل بنسبة كبيرة جدا إلى من اليابان إلى أبو ظبي أو الدوحة، وبنسبة أكبر الحقيقة هيكون في أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة في شهر فبراير القادم زي ما حصل السنة اللي فاتت لو حضراتكم تتذكروا. طب ليه بيحصل كده؟ لأنه الحقيقة مباريات أو موعد مباريات كأس العالم للأندية بتتعارض مع كأس العرب اللي ستقام في نفس هذه الفترة أو جزء كبير منها هيكون في هذه الفترة، وكأس العرب هتكون تحت رعاية الفيفا أو كأول مرة في تاريخ البطولات العربية ستكون تحت رعاية الفيفا، وبالتالي هي بطولة محسوبة وبطولة لها أهمية كبيرة جدا عند الفيفا وعند الاتحاد العربي، فمن الممكن جدا أو بنسبة أكتر من 90-95% أن مباريات كأس العالم سوف يتم نقلها من اليابان لأبو ظبي أو الدوحة خلال شهر فبراير القادم. ده خبر مهم جدا أنا حبيت بس أقوله لكل جمهور النادي الأهلي، هيبان خلال الأيام القادمة إيه اللي هيحصل في هذا الخبر.